ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، واول اخبارنا النهارده مع الكابتن شوقي غريب اللي يعني في كتير من وسائل الاعلام بتشن عليه حملات كثيره جدا، وهو ابدى استياءه جدا من شن هذه الحمله ضده وتصريحاته بيقول فيها انا الوحيد الذي صعدت بالكره المصريه او صعدت الكره المصريه معه لمنصه التتويج العالمي. طبعا كان في استياء من الكابتن شوقي غريب بسبب الهجوم اللي كنت قلت لحضراتكم عليه، وهو بيقول يعني انه صعد بمنتخب الشباب تحت 21 سنة للمركز الثالث كأس العالم 2001 بالأرجنتين. وفي بس هنا يعني تساؤل الاتحاد المصري لكرة القدم أبدأ يعني خلاص أنه هيتعاقد مع الكابتن شوقي غريب بمبلغ حوالي 180 ألف جنيه راتب شهري. طبعا هنسأل الأستاذ سعيد عبد السلام في نهاية فقرتنا النهاردة في صباح رياضة عن بداية تولي المهمة، خاصة أن المنتخب الوطني عشان تجميعه أو أول منافسات ليه غالبا هتبقى يوليو الجاي، فإحنا عايزين نعرف يعني الفترة الطويلة قوي دي اللي هيتولاها كابتن شوقي. إحنا طبعا مش بنتكلم أو بنهاجمه شخصيا أو بنقول إن هو ليه بقى المدير الفني، لا طبعا هو ساهم كتير جدا مع الكابتن حسن شحاتة ومن قبل الكابتن حسن شحاتة، وبالتالي احنا بنقول احنا بس السؤال هنا على اساس ان من النهاردة او من الفترة دي لغاية الفترة اللي قلت لحضراتكم عليها دي فترة طويلة جدا عايزين نسأل فيها. ايضا الكابتن هاني رمزي صرح وقال نجاح المنتخب متوقف على علاقة كابتن شوقي غريب بمدربي الاندية، في اشارة منه للاندية المصرية، علاقته لو كويسة بيهم هيقدر ان هو يستفيد ويقدر ان هو يعمل علاقات مع الاندية بحيث ان هو لو احتاج لعيبة معينة يقدر ان هو يساهم مع الاندية والاندية تساهم معاه في اختيارات المنتخب وفي المعسكرات الخاصة بالمنتخب الوطني. طيب النادي الاهلي اعلن قائمته المشاركة في كأس العالم للاندية. الاتحاد الدولي بيشترط انه يكون حد اقصر القائمة 23 لاعب. النادي الاهلي بالفعل بعت 23 لاعب، يعني اهمهم كرامي، ابو السعود، و احمد عادل، عبد المنعم، سعد سمير، رامي ربيعه، احمد فتحي، محمد نجيب، وائل جمعه، شريف عفضيل، سيد معوض، احمد شديد اناوي، وابو تريكا، وليد سليمان، وعبد الله السعيد، وحسام عاشور، وتريزيكيه، ودومونيك، والسيد حمدي، وايضا عماد متعب، وعمرو جمال. الحقيقه الجهاز الفني الاهلي كان في منتهى الذكاء. كابتن محمد يوسف قال ممكن لاعب يصاب، ممكن لاعب يحصل له مكروه، يتعور، يحصل اي حاجه، فحياخد معاه احتياطي صبري رحيل. يعني 23 لاعب خلاص الاهلي اعلن قيمته، وحيصطحب معاه صبري رحيل تحسبا لاصابه اي لاعب. ايضا الجهاز الفني لنادي الزمالك بيرفض عوده عمرو زكي وجمال حمزه، وخاصة جمال حمزة اللي أبدى رغبته في إنهاء مشواره الاحترافي أو مشواره في كرة القدم مع نادي الزمالك. الجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان اللي لسه مش عارفين الإدارة وصلت معاه لإيه بعد ما قرر إن هو يخفض راتبه، يعني رفضوا عودة الثنائي عمرو زكي وجمال حمزة لعدم حاجة الفريق لهما، ونجح الزمالك في ضم طبعا فترة الأخيرة عرف السيد وأحمد علي لتدعيم الهجوم، وأيضا مؤمن زكريا في منطقة الوسط المهاجم. عندنا مباراة غاية في الأهمية بكرة إن شاء الله، نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة. النادي الصفاقسي بيخرج للقاء مازيمبي الكونغولي. الصفاقسي فاز 2-0 في الذهاب. كمان من الغريب انه في نفس التوقيت وفي تونس مباراه القمه بين الافريقي والترجي هتلعب على ملعب الاولمبي برادس، وده الحقيقه عمل قلق كبير جدا يا محمد في الاوساط الكرويه. ازاي مباراه نهائي الافريقيا والاتحاد التونسي حط في نفس التوقيت مباراه قمه؟ يعني كان ممكن جدا الاتحاد التونسي اخر مباراه الافريقي والترجي ساعه، يبدرها ساعه، يعني كان الامر سهل زي ما بيحصل عندنا في المباريات في الدوري المصري، بيتيح عاده الاتحاد المصري الفرصه للمتابعين ان هم يتابعوا مثلا نهائي افريقيا او مباراه مهمه مع مباراه في الدوري، ده كان منطقي جدا يعني. اكيد. وايضا الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا رفض الاستشكال الخاص بتونس، طبعا كانوا بعتوا فاكس بيشتكوا فيه في مباراتهم امام الكاميرون ان يعني في لاعبين بيلعبوا كانوا او بيلعبوا باسم منتخبات اخرى، والمفروض ان تونس تصعد، رفض الاستشكال ده. وصلاح ضمن التشكيل الرسمي في دوري ابطال اوروبا، وده دي تصريحات جايه من الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليويفا. صلاح ضمن منتخب اوروبا في الهجوم بجانب دوغلاس كوستا من شختار دونستيك الاوكراني، وارن روبن من بايرن ميونخ الالماني.
الخبير الامني في ملعب استاد ساو باولو في البرازيل بيقول انا حذرت المسؤولين وقلت لهم قبل ما تقع الكارثه ومحدش سمع تحذيراتي، وكانت النتيجه طبعا الحادث اللي حدث من ساعات في ساو باولو في البرازيل، الملعب اللي هيستضيف الافتتاح، واسفر عن اصابه ووفاه البعض في برازيل. كمان امبارح في المغرب تمت إقالة المدير الفني للرجاء محمد فاخر وقبل أسبوعين من بطولة كأس العالم للأندية، السبب خسارة المغرب 1-0 من الدفاع الحسن الجديد. محمد قبل ما نختم فقرة الأخبار بس في رسالة جات لي من الزميل الإعلامي مرقس بطرس من الأسكندرية بيتكلم على قضية مهمة جدا أرجو أن المسؤولين يتبنوها، وهي أنه ما فيش غير مجرى خاص بالتجديف أو مسابقة التجديف في الأسكندرية على مستوى مصر، المجرى الوحيد المميز بالإضافة للفرق بتتدرب أيضا في نهر النيل. المجرى ده تم إغلاقه من يمكن حوالي 5 شهور أو 4 شهور ومحدش عارف السبب، وتم مخاطبة المحافظ وتم مخاطبة المسؤولين دون جدوى ووزارة الري. في 8 أندية في الأسكندرية تمارس هذه اللعبة، كل الرياضيين كانوا بيمارسوا هذه اللعبة في هذا المجرى اللي هو موجود في بحيرة النزهة في جوار المطار. الأندية اللي كانت بتمارس منها الصيد، منها اليخت، منها النادي اليوناني، منها نادي البنك الأهلي، أندية كثيرة جدا. أرجو أن يكون فيه اهتمام، لأنه احنا بنتكلم في 8 أندية وفي لعبة توقفت تماما بسبب عدم وجود المجرى المائي، وأنه المسؤولين يقدروا يهتموا بهذه القضية. الحقيقة برضو يعني يسأل في ده برضو المستشار خالد زين، يعني طبعا لأنه كان رئيس تحت رئيس تحت تجريف الأولمبية صحيح، يعني برضو خلي بالك يا طارق اللعبة دي بتتكلف تكاليف عالية جدا، يعني للناس اللي مش عارفة لعبة التجديف تكلفتها عالية جدا، ودايما كانت بتاخد مبالغ مهولة من وزارة الرياضة أو من اللجنة الأولمبية. طيب أخبارنا خلصت كده محمد. تمام. النهارده زي ما قلت بفكر حضراتكم هيكون النهارده نجمنا كابتن طارق السيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، هنعرف منه اسرار عن مشواره الكروي، بدايته مع كره القدم، هنشوف له مجموعه رائعه من الاهداف. لكن اول فقره معانا هتكون مع الاستاذ سعيد عبد السلام طبعا الصحفي الكبير، وهنتكلم معاه في موضوعات عديده.